أعلنت وزارة الصحة اليوم في إجهازها الصحفي اليومي تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 حالة شفاء خلال 24 ساعتين الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، وقد وصل بذلك إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في بلادنا إلى 37222 إصابة، من بينها 35872 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 794 منذ بداية الوباء.